مركز خدمات وزارة الداخلية هذا أحدث الأجهزة إن شاء الله لخدمة جمهور وزارة الداخلية. اليوم وزارة الداخلية نوعت قنوات التواصل من ضمنها مواقع إلكترونية، تطبيقات الهاتف الذكي، عندك مركز الاتصال اللي هو الرقم المجاني 800 5000، هذا إلى بالإضافة الجهاز هذا اللي ترونه أمامكم الحين. الجهاز هذا يشمل عدة قطاعات، كأنك أنت في مجموعة قطاعات في قطاع واحد، يخدم عدة من ضمن القطاعات المرور والترخيص، الإقامة وشؤون الأجانب، بوابة الإمارات، الدفاع المدني، المنشآت العقابية والإصلاحية. اليوم أنا علشان أوفر الزحمة على مراكز الخدمة وأوفر الجهد على المشتركين، وزارة الداخلية غيرت مفهوم الخدمة. قبل سابقا كان الجمهور هو اللي يزور مراكز الخدمة لوزارة الداخلية، اليوم لا، وزارة الداخلية هي اللي تسعى خلف الجمهور لخدمتهم. فهذا الجهاز اللي ترونه أمامكم هذا أحدث الأجهزة اللي إن شاء الله بنستعرضها الحين أمامكم. طبعا هذا بتوزع إن شاء الله في الأماكن العامة قريبا إن شاء الله. نضغط، حاليا احنا عندنا لغتين، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. إن شاء الله مستقبلا بيكون في عدة لغات إضافية إن شاء الله، فنختار اللغة مثلا العربية. راح يتواصل مع موظف؟ نعم، موظف في مركز الاتصال يتواصل معاك لايف، كأنك أنت في مركز خدمة وقاعد يخدمك الموظف. وفعلاً هو لايف؟ هو لايف، نعم، نعم. هو تسجيل؟ نعم، يكلمك لايف. عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته، ياسر لو سمحت بس قرب السماعة عند حلقك. تفضل. نعم، طبعاً مثل ما تشوف الموظف هني يخدمك لايف على شو الخدمات اللي احنا اليوم بنستعرض عن طريق دفع المخالفات ان شاء الله، بنستعرض على الهويه ان شاء الله. ياسر لو سمحت تشوف لي شو المخالفات اللي علي. هذه فيها الحين نعم مسكان، فيها البطاقه. نعم البطاقه شوي ان شاء الله. في كاميرا فوق؟ نعم، وفي كاميرا في الامام. نعم نعم، فمثل ما تلاحظ الشاشه هذه شاشه ذكيه، تسوي سكان لهذا، هو في نفس الوقت يتاكد من هويه الشخص المتعامل، يتاكد هل هو صاحب العلاقه او لا. تمام. ياسر لو سمحت انا ابغى ادفع المخالفات، هو قادر حتى ياشر لك على الاشياء اللي انت محتاجها، يقدر يكتب لك حتى على الاوراق هذه. ياسر لو سمحت تقدر تشوف لي مراكز الخدمه وين اقدر ادفع المخالفات في اماره ابو ظبي؟ صحيح تقدر. الخريطه لو سمحت راح يعرض لك، بيعرض خريطه اماره ابو ظبي موضحا فيها مراكز الخدمه المتوزعه. نعم هاي الخريطه مثل ما انت تلاحظ. الخريطه طلعت قدامك. طيب هل هت وين موقعك في ابو ظبي؟ خليفه الف. في خليفة ألف، أقرب مركز لك في خليفة ألف هذا المركز. زين ياسر أقدر أحصل نسخة من الخريطة هذه لو سمحت؟ أكيد إن شاء الله، بس تعطيني من ثانية إلى ثانيتين. تفضل الخريطة. تفضل قدامك. تطبعها؟ مستقبلا إن شاء الله بيكون فيها المخالفات، تبغى تدفع تجديد مركبات، الملكيات، الياسن، كل الامور هذه عن طريق الجهاز هذه. هل يقبل الدفع؟ طاقه دول الخليج؟ هذا الان انا ابغى اعرف عليه مخالفات ولا مين مربوطه بس؟ لا مربوطه اتوقع. والمقيمين؟ ان شاء الله هي للمقيمين والمواطنين ان شاء الله. ان شاء الله ما يكون عليه مخالفات. ان شاء الله ان شاء الله، هاي مثل ما تلاحظ قادر هو يطبع لك هذا. ماشي. نعم. الجهاز طبعا مثل ما انت تشوف قادر على امور الدفع. مثل طباعة، طباعة الملكيات، الياسن، هذه إن شاء الله مثل ما تلاحظ هاي الخريطة. متى راح تبدأ تطبقونها؟ إن شاء الله بيعلنوا عنها في الأخبار والجرائد إن شاء الله الرسمية إن شاء الله. ما حددتوا وقتها؟ لا لحد الحين، لأن هذا يعتبر الفيز 1 إن شاء الله، وإحنا في صدد التطوير إن شاء الله الفيز 2. الله يعطيك العافية. الله يعافيك ويسلمك إن شاء الله. حاضرين، الله يسلمك.